السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم إخواننا الكرام، يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة إن شاء الله. أنا هاني فرج من قناة عربية. النهاردة إن شاء الله جبت لحضراتكم عربية إيسوزو دي ميكس موديل العربية 2007 مستعملة للبيع في مصر. يلا بينا على بركة الله هنستعرض مع بعض العربية، وبعدين هقول لحضراتكم على مواصفات العربية وكمان طرق التواصل مع صاحب العربية. يلا بينا على بركة الله نستعرض العربية مع بعض. زي ما قلت لحضراتكم العربية موديل 2007. العربية راكب عليها إجناب زي ما حضراتكم شايفين. العربية زي ما حضراتكم شايفين راكب عليها إجناب. العربية فابريكا بره وجوه ما عدا رفرف وكبوت. العربية على فكرة فيها رخصة 5 شهور مرور العرب اليوبية. هنستعرض مع بعض العربية من الداخل. الموتور على فكرة بتاع العربية ولات الجر بحالة ممتازة. ده الجنب الشمال بتاع العربية. هنستعرض الجنب التاني مع بعض. العربية فابريكا بالداخل. دي عربية إيسوزو دي ميكس موديل العربية 2007. العربية فابريكا ما عدا رفرف وكبوت. العربية فيها رخصة 5 شهور. العربية مرور العرب اليوبية. العربية عداد شرعي. دي العربية فيها عدة كاملة. متوفر على فكرة البيع كاش وبالتقسيط. لو حضرتك عايز تعرف سعر العربية وتسأل عن بعض الأمور الأخرى الخاصة بالعربية هتتواصل على رقم 012-20-76-58-41 للتواصل مع صاحب العربية. هيكون على رقم 012-20-76-58-41. ده كان موضوعنا النهاردة. استنونا في عربيات جديدة وعربيات مستعملة على قناتكم على يوتيوب قناة عربيات. لو عجب حضرتك الفيديو واستفدت منه ما تبخلش علينا بلايك، وكمان تفعل زر الجرس علشان يجي لحضرتك كل الفيديوهات اللي بننزلها على القناة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.